Sir Thomas Nieder, Czech Republic. اليوم كان ختام بطولة جائزة سمو الأمير الكبرى للشوزن. شفنا نهائي قوي كالعادة، طبعا تغيرت الأوضاع الجوية يعني من بعد الجولة الأخيرة قبل النهائي، زاد الهواء فتغيرت حسبة بعض اللاعبين، فتغير الترتيب العام اللي كانوا مؤهلين. الحمد لله رب العالمين، أحرز اللاعب محيلبة يعني برونزية، وهذا يعني فخر لنا احنا كعرب ان احد الميداليات تذهب الى اخواننا العرب، وان شاء الله رب العالمين هذول اللاعبين راح نشوفهم شهر 4 السنه يعني بعد شهرين في البطوله التاهيليه لاولمبياد باريس هنا على ميدان لوسيل. هذه اخر فرصه لهذول اللاعبين ان يجربون يعني او يلعبون على الميدان قبل اغلاقه حق بطوله شهر 4، فاستغلوها فرصة وجو شاركوا في هالبطولة، والحمد لله يعني كبطولة في نسختها الأولى وتكون بهذا العدد من المشاركين، هذا نجاح للاتحاد القطري للرماية. المشاركة موفقة، احنا يعني أخذنا أهدافنا من هذه البطولة في مشاركة لاعبينا، وإن شاء الله يعني القادم أفضل. المنافسة كانت حلوة، البطولة كانت جميلة جدا، دايما بحب أجي أشارك في البطولة هنا، يعني المرة دي كانت بطولة كانت لذيذة، منافسة فيها كانت كويسة، في ناس كتيرة كانت حريصة أنها بتيجي عشان كأس العالم شهر 4 مؤهل للأولمبياد، فإن شاء الله السنة الجاية برضو نيجي ونشارك في البطولة. كانت بتأثر جامد على الأطباق، يعني للأسف الرياح في الهواء هنا بيأثر جامد، فبتبقى محتاج نسبة توفيق بقى في الحالة دي. شاركت في كأس العالم في مصر أول حاجة، الحمد لله جبت المركز الأول والميدالية الذهبية، دي تاني بطولة في السنة بالنسبة لي، وإن شاء الله شارك في شهر 4، ويعني في كذا مرحلة بطولات ومعسكرات لحد أولمبياد باريس إن شاء الله.